للحديث أكثر أيضا حول تحركات الأسواق العالمية انضم إلينا رائد الخضر كبير لاستراتيجية الأسواق في مجموعة إيكويتي. أهلا بك رائد معنا على شاشة CNBC عربية. يعني ملف إفلاس البنك سيليكون فالي هو حديث الساعة اليوم يعني، وشفنا آخر الأخبار المتعلقة باستحواذ HSBC على حصته فيما يتعلق بالذراع البريطانية لهذا البنك. آخر المستجدات، كيف هي الصورة المتوقعة للقطاع المصرفي والتكنولوجيا بالفترة الجاي؟ طبعا سالي، هذه البيانات المرعبة للأسواق. بنك مهم وكبير جدا وعلى ترتيب أكبر 16 بنك الولايات المتحدة الأمريكية. نحن نتحدث عن SVB أو سيليكون فالي بأصول تتجاوز ال 200 مليار ينهار بنتيجة، أعتقد يعني المشكلة الأساسية أنه نتيجة تشديد السياسة النقدية بشكل كبير جدا، ونتيجة التركيز فقط على معطيات شمولية، على مفردات اقتصاد جزئي، على ناتج محلي إجمالي إجا بالريسيشن أو بالمنطقة السلبية، والبحث عن أو لاندينج أو نو لاندينج. أعتقد نو لاندينج هو اللي أخذ مكانه، اللي هو يوجد أزمة اقتصادية على الرغم أن الانكماش الاقتصادي لم يحدث فعليا على الأرض بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، ولكن كل المبررات الثانية ونتيجة التسرع أو التشدد الكبير في السياسة النقدية، نحن في مشكلة حقيقية حاليا تواجهها القطاع المصرفي. البنوك تربح من عملية استبدال السندات القصيرة بسندات طويلة، وبالتالي إبقاء سندات طويلة الأجل مهم جدا بالنسبة لها. اضطرار البنك لهذا القيام، وطبعا عجز الذين يقومون بعملية جمع الأموال أو ما يسمى بالريز ذا ماني للتمويلات، كانت صعوبة والتكاليف مرتفعة، فاضطروا إلى استخدام ودائعهم، وهنا اضطر البنك إلى تسييل محفظته من السندات الخزينة، وجرت الأمور بطريقة سلبية. عفوا على المقاطعة، يعني بما أنه عم نشهد هذا النوع من الأزمة، برأيك هل هذا قد نشهد ردة فعل من الفيدرالي الأمريكي لربما ما يرفع الفايدة في اجتماع المقبل كما توقعت أيضا بعض المؤسسات والأبحاث أيضا فيما يتعلق بهذا الأمر؟ يعني أعتقد جولدمان ساكس كان قد صرح عن هذا الموضوع اليوم، يتوقع بأنه ما يكون في عندنا توجه نحو أي رفع في أسعار الفائدة. المشكلة صارت نتيجة ارتفاع تكلفة اقتراض الأموال، هذه هي المشكلة الأساسية خلينا نقول التي سببت يعني تعاظم حجم المشكلة بالنسبة لبنك SVB وممكن لبنوك أخرى نتيجة هذا الانهيار. تكلفة الاقتراض أصبحت مرتفعة وبشكل سريع جدا، ولا يوجد بدائل خلينا نقول لتحقيق سيولة، وبالتالي ذلك دفع المودعين إلى عمليات السحب. نحن عم نشوف أنه الفيدرالي الأمريكي يجب أن يعيد النظر بعملية تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة ورفع تكلفة الاقتراض بحد ذاتها، وبالتالي ذلك سوف يضع عبء كبير يعني على الفيدرالي، ويمنعه تقريبا من أنه يرفع أسعار الفائدة في هذا الأسبوع. وأنا أضم يعني صوتي للأصوات التي تقول بأنه الفيدرالي سوف يتجنب رفع أسعار الفائدة لسبب بسيط، حتى لا يكون هناك آثار سلبية أكبر من المودعين، لأنه الموضوع بالنسبة لي بنسميه نحن السيستماتيك ريسك، أو هو المخاطر الكبيرة جدا، وارد جدا أن تتعاظم بسرعة ما بين المودعين، وأكبر المتضررين هو القطاعات البنوك التي يعني إذا واجهت سحوبات تتجاوز مقدرتها على اختبارات الجهد التي تمت مسبقا، وتتجاوز احتياطياتها النقدية المفروض عليها من البنوك المركزية أو من الفيدرالي الأمريكي، سوف يسبب بلا شك أزمة قد تمتد كأحجار الدومينو إلى خارج الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، عم نتابع هذا الأسبوع أيضا بيانات التضخم من الاقتصاد الأمريكي، كيف ستكون أيضا السيناريوهات المتوقعة من بعد إعلان هذه البيانات؟ وشفنا بيانات الوظائف أيضا التي لاحظنا فيها بعض التباين، خاصة فيما يتعلق بمعدلات البطالة وأيضا نمو الأجور. هذا أعطى انطباع بأن مؤشر التضخم لربما يتباطأ بالفترات الجاي. برأيك كيف هي التوقعات، وأيضا كيف انعكاس أيضا هذه الأزمات على تحركات الذهب في الفترة المقبلة؟
يعني سريعا سالي، نحن عم نشوف انه البيانات الفيدرال الامريكي الذي يركز على بيانات الاقتصاد حتى الان بخطابه الاخير جيروم باول قال انه البيانات ممتازه وجيده، وذلك يحفز انه اسعار الفائده قد ترتفع لمستويات اعلى. وبناء على هذا يعني كان مستبعد بشكل كبير انه يحدث ازمه مثل الازمه التي حدثت في اس بي بي او التي حدثت في سيجنتشر وهو بنك اخر تم الاعلان عنه اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية. العملية بشكل بسيط جدا أنه البيانات بالنسبة للتضخم من المتوقع أن تظهر مزيد من التراجعات. إذا تحدثنا عن تقرير الوظائف الغير زراعية يجب أن يكون هناك ارتفاع في معدلات البطالة حتى يكون هناك انعكاس، لأن العلاقة عكسية يعني أو بنسميه نحن هذا الفيليبس كيرف اللي هو العلاقة عكسية ما بين البطالة والتضخم. ترتفع البطالة ينخفض التضخم، فشيء طبيعي ترتفع عندنا معدلات البطالة حتى تكون بيانات التضخم أدنى من المستويات الحالية، وحتى نصل إلى 2% ممكن نصل إلى معدلات بطالة تناهز 5% بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. ولكن إيقاف عملية تشديد السياسة النقدية أمر ضروري جدا. الذهب هو المستفيد الأكبر سالي حتى الآن، والطريق يبدو ممهدا إلى 1900 دولار للأونص. نعم، رائد الخضر كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة إيكويتي، شكرا جزيلا على وجودك معنا.